ايمان عياد بتعمل حاجه لطيفه قوي، هحكي لكم على حكايه ايمان. بتعيد تصميم الهويه البصريه للقطن المصري. ازاي بقى؟ مشروع تخرجها من كليه الفنون الجميله قسم جرافيك بيعمل كده. ماذا فعلت يا ايمان؟ تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. اسمي ايمان عياد، خريجة كلية فنون جميلة قسم جرافيك شعبة تصميم واتصال جرافيكي. مشروع تخرجي كان عن القطن المصري، اعادة تصميم هوية عن القطن المصري. الحمد لله جبت امتياز مشروع تخرج. فانا كان هدفي من الاول ان انا عايز اعمل مشروع قومي يخدم مصر، سواء في محافل او في مؤتمرات. فلما بحثت من خلال البحث بتاعي وجدت القطن المصري ملهوش للاسف هويه تقدر ان احنا نستخدمها سواء داخليا او خارجيا في التعاملات، بالذات ان القطن المصري دلوقتي بسبب الاتساعات اللي الحكومه بتعملها، وكمان ان مصر صدف ان هي هتستضيف مؤتمر القطن العالمي كان في اكتوبر اللي فات. هو كان بالنسبه لي فاضل له سنه ان مصر هتستضيفه من 3 اكتوبر لحد 7 اكتوبر. والمؤتمر ما كانش حد بيتكلم عنه، في نفس الوقت ما فيهوش دعايه كافيه ان هو يظهر، مع ان هو مهم قوي في مصر. مصر اول مره تستضيفه في مصر او في الشرق الاوسط وكمان في افريقيا. فده اللي خلاني اعمل هويه للقطن المصري، وبعد كده اعمل دعايه للمؤتمر نفسه. كمان من ضمن مشروع التخرج بتاعي ان انا كنت عامله منتجات موظفه فيها فكره اللوجو، زي مثلا التيشيرت ده طبع عليه اللوجو بتاع القطن المصري. زي ما حضرتك شايف، زي ما قلت لك ان اللوجو مكون من نهر النيل وزهره القطن والشمس. ده بيعبر عن براند القطن المصري، مش شرط يبقى بنفس الحجم او بنفس الشكل، بس انا كنت حابه اوضحه لجنه التحكيم. لكن بعد كده ممكن اللوجو يبقى لوجو صغنن هنا بيعبر عن البراند نفسه، لوجو على التيكت من ورا، ومش شرط بس في التيشيرتات، ممكن باكج مثلا الشنطه اللي هيتحط فيها المنتج او البوكس اللي هيتحط فيه المنتج، اي منتج مصنوع من القطن المصري. فده كان هدفي ان احنا نطور الباكج ونطور المؤسسه ونطور طريقه العرض للمستهلكين نفسهم. كان برضو من هدفي ان احنا نزود التسويق للبراند نفسه، للبراند القطن المصري، بالذات ان المنتجات بره مصر، المنتجات المصنوعه من القطن المصري بتبقى حاجه قيمه جدا، بكواليتي عاليه جدا. لكن هنا ممكن معظم الجيل الصغير ما يعرفش القيمه دي او ما ترباش عليها شبه ما احنا تربينا. فده اللي انا بحاول ان انا اسعى له، ان براند القطن المصري او القيمه ترجع زي الاول للمستهلكين. وده طبعا مش هيحصل غير لما يبقى قدامي حاجه مرئيه او حاجه انا شايفاها بتعبر عن المنتج، عشان كمان ما يتقلدش، وفي نفس الفكره عشان ابقى عارفه ان اميزه من بقيه المنتجات الاخرى.